سلام تعالى وبركاته. لا يحل الكلام إلا بالصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. جبت لكم واحد القصة. أمي الوالدة ديالي مرضى بالجن وبالعين 12 عام، أكتر من 12 عام، وحنا لسه صبايا. باقي الوالد حي، باقي هي في الريعان الشباب ديالها، حنا باقي صغار، باقي تنقراو، باقي المهم الله اعلم كل واحد شنو تيقول. لقينا السحر مليوح، ولقينا خبزه ديال دكدوك الزنقه عامره فيتات، ولقينا وسفرينا، وكنا تنقراو سفرينا بزاف، سفرينا بزاف. داكشي ما 12 عام، اكتر من 12 عام، اكتر من 12 عام. داكشي كله سحر وجين وعين. كانت اللبينة بزاف، الزين والنقا واللباس وكل شي تعطوها ليها، ما تتصلي على رسول الله. ماشي مرض جسدي، مرض جين، ديال الجين وديال السحر وديال العين. اكتر من 12 عام حنا تنقاسيو، كلنا قاسينا الاب والاخوات والخوت فينا، قاسينا بهذيك المناعة وبداك المرض اللي ما سوكلنا والو، تنشوفو فيها حنا دا التعليل قدامنا وما سوكلنا ليها حتى شي حاجة، ما سوكلنا ليها، ما سوكلناش ليها حنا، ما فهمناش، ما فهمناش شنو هذاك الشيء، ما فهمناش في الاول، ما فهمناش. انا ملي شتت من هو مسلم وصافي، شتتنا بمعنى الكلمة، شتتنا بمعنى الكلمة. الحمد لله وتنشكره على كل حال، شتتنا بمعنى الكلمة. والوالدة مسكينة تنهضرو معاها معنى تتسمع. حلمات جدها مولاي ابراهيم، جدها مولاي ابراهيم اللي فطر الجبل حسين، قال لها جاي نتي لاله منى. قال لها جاي نتي، راه مولاي ابراهيم هنا. سيدة من الليل الله اعلى واعلم، اللي قلنا الله اعلى واعلم، فحد ما شفنا حد قال لي لقينا السحر، ولقينا ديك الشيء، ولقينا الحجابات، ولقينا شكون اللي دار داك الشيء، هو اعلى واعلم. قالت لها جاي انتي لمولاي ابراهيم. قال لها جاي انتي لاله منى. فعلا بشويه بشويه بدات تتحسن. واحد الليله حنا بايتين كنا في القبه ومعانا الوالده، شويه لقيناها مشرقه كلهم حوايجها، كلهم حوايجها. مالك يا امي انتي؟ وبدات تحيد 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 داك الاداه وداك السحر وداك الجن. ميره ميرة الجنية، ميرة سلام قولا من ربي. تتشوف هذا تمشط شعرها وديك السلف تتلوي على صبعها الكبير، تقول لها واش شتيني؟ قالت لها باش شداك هاك ميرة، وتتمشرقها على جوج وتتلوي على صبعها الكبير، باش شداك، تقول لها باش شداك، شتي تقول لها باش شداك. الوغ كاينة ميرة السحر وكاين العين، بجوجهم تجمعوا لينا وشتتونا وفرقونا، شتنا وفرقونا ودمرونا. ولا سمح اللي كان سبب، لا سمح اللي كان سبب. 12 عام من العمر فوق من 12 عام، ونهار جاب ربي العفو جابوه في مرة واحدة الحمد لله. وقبل ما يموت الوالد عاشو بخير وعلى خير، وكانت يحمق عليها الوالد، يا عيني يا لالا يا عيني. وهزات وسبنات وغسلات وقدت، لا لا مين مرضية، لا لا مين مرضية. انا كنت نعقل على بابا تيجي وتيحط عليها داك الشال ديالو اللي تيدير فوق راسو، ديك العمامة اللي تيديرو فوق راسو تيحطها عليها، وتيقول لها عطيتك الرضا فين ما كان يجي عندك. ضرب ايه دخل فيها اميرات كل حمد لله، هذا من فضل الله.